نيجي لبرج الاسد. الاسد دايما لابس ماسك، عنده حياه جديده. لو سافر بره البلد اللي هو عايش فيها يبقى عنده حياه جديده وحياه جديده حلوه جدا. لان الاسد دايما بيتكلم عن حد هو مش عايشه، يعني هو بيتكلم عن شخص مش موجود، وبيدي ايحاء بحاجات هو ما بيعملها في اول في البدايات، ودي بتبقى بدايه صغيره جدا. لكن كده بعد كده بيكشف لان هو ما بيعرفش يكمل. اوكي، لان الصعيدي اللي جواه مسيطر عليه، القديم اللي جواه مسيطر عليه. اوكي، عنده حياه جديده، عنده حياه جديده، بس لو سافر بره البلد اللي عايش فيها هيبقى عنده حياه جديده واقوى.